السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير حضورنا الكريم، يا مرحبا مسلاكم حضورنا في مسرح قطر الوطني ومشاهدينا الكرام على شاشة قناة الريان. اليوم العاشر من رمضان، واليوم طبعا الحلقة العاشرة من برنامج شد حيلك، والتي نتمنى بإذن الرحمن أن تنال على إعجابكم وأن يحقق فيها كل المشتركين في هذه الحلقة الخير الوفير، من سواء في الأسئلة وحتى في الأدراج اللي موجودة معنا. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة راح يكون فيها كما جرت العادة ثلاث منافسات، نتمنى بإذن الرحمن كل التوفيق لجميع المشاركين فيها، ونبدأها دائما بالقرعة. أول المشاركين معنا هو صاحب الرقم 65 و52 و113 و103 و3 و106، حياكم الله جميعا. حياكم الله جميعا، عندنا علي وعندنا مبارك، الواحد يوقف عند اسمه الله يهينكم، وعندنا محمد وعندنا فرج وعندنا عبد العزيز، وعندنا اخر المشتركين راشد. حياكم الله جميعا. علي مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. قربوا المايكات يا ربع منكم، اصواتكم تكون واضحه. ايش حالك يا علي؟ الله يسلمك. بشرنا عنك. بخير الله يسلمك. المايك عاد بعيد منك. بخير الله يسلمك. شلون استعدادك للحلقة؟ والله استعداد يعني شوي شوي؟ طلعت على أسئلة ولا لا؟ لا والله أبداً؟ كله. الله يوفقك إن شاء الله يا علي. مبارك، مسيت بخير. مسك الله بالنور. شلونك؟ الله يعافيك ويسلمك. مبارك، طلعت على أسئلة في البرنامج؟ طلعت على بعض الأسئلة. بعض الأسئلة نعم. صعبة سهلة؟ والله في منها الصعب وفي منها السهل. الله يوفقك. لكن إن شاء الله الأمور طيبة. الله يوفقكم إن شاء الله. آمين. محمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. كيف الحال؟ الله يعافيك ويسلمك. محمد الله يبقيك ويسلمك. محمد، آلية الاشتراك في البرنامج كانت عليك سهلة ولا صعبة؟ سهلة. كيف نظامها؟ شلون؟ نظام التسجيل في البرنامج؟ لا اوكي. عن طريق الموقع الالكتروني؟ تمام. انت اللي سجلت ولا حد سجل لك؟ لا حد سجل. ايه اوكي، انا اشوفك تهرب من الاجابة. الله يوفقك ان شاء الله يا محمد. فرج. ارحب. الله يرحب بك على فضلك، كيف الحال؟ الله يبقيك. بشرنا عنك. طيب وياك. فرج، عندي سؤال. اسال. كم طولك ما شاء الله؟ 165 166. عادك ما جيت ال 200؟ جايين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يعطيك العافيه تبارك الرحمن. اذكروا الله عليه يا جماعه الخير. موفق ان شاء الله معانا يا فرج. ابو سعود كيف الحال؟ طيب الحمد لله. بشرنا عنك. طيب الحمد لله. ابو سعود مستعد للمنافسه هذه؟ باذن الله جاهز ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. راشد. مرحبا. الله يرحب بك، كيف الحال؟ الله يعافيك ويسلمك. شو رمضان معاك يا راشد؟ الحمد لله. امورك طيبه في رمضان؟ بشرك. خاصه مع الويكند الامور زينه بعد ها؟ الله يوفقكم ان شاء الله. طيب المنافسه هذه هي منافسه الاسئله متعدده الاحتمالات، راح يكون عندنا اربع اسئله وكل سؤال عليه جائزه، السؤال الاول 1000، السؤال الثاني 2000، السؤال الثالث 3000، السؤال الرابع 4000. السؤال الاول راح يكون عليه احتمالين، السؤال الثاني ثلاث احتمالات، السؤال الثالث أربع احتمالات، أما السؤال الرابع والأخير بأربعة آلاف ريال راح يكون عليه ست احتمالات. نذكركم بأن الشاشات اللي قدامكم شاشات ضغط وليست شاشات لمس عادي، يعني لمس لكن أقوى شوي من اللمس العادي اللي يكون على جواويننا بشكل عام. وما نوصي ما راح نوصي فرج بالموضوع هذا، شكله يده ثقيلة ما شاء الله تبارك الرحمن. وعامل السرعة يا الربع عامل مهم جداً، لأن في حالة تعادل، وأتمنى لكم هالشيء إن شاء الله أن كلكم تتعادلون تحرزون العلامة الكاملة أي 10000 ريال على كل الأسئلة. في حالة تعادل عامل السرعة هو العامل الفيصل في انتقال شخص واحد منكم إلى احتمالية اللعب على الأدراج. اللي عنده أي مشكلة في الشاشة أنا حاضر، يقول لي وأنا بجي عنده. جاهزين؟ جاهزين. ننطلق إلى أول الأسئلة. بسم الله. سؤال الأول يقول: ما هي نسبة مساحة الوطن العربي التي تقع في قارة آسيا من إجمالي مساحة الوطن العربي ككل؟ أربعين ولا ثمانية وعشرين؟ 40% ولا 28%؟
آسيا إجمالا، يعني عندنا دول الخليج من الوطن العربي وبلاد الشام بشكل عام. عبد العزيز جايك. كم أنت تقول؟ الكل جاوب والإجابات توحدت على ما يبدو. نعم توحدت الإجابات والكل قال أن مساحة الوطن العربي التي تقع في قارة آسيا من إجمالي المساحة الكلية للوطن العربي 28%. حد يعدد الدول؟ حد يعدد الدول؟ نبدأ من جنوب: اليمن، عمان، السعودية، الإمارات، قطر، بحرين، الأردن، العراق، سوريا و دولة فلسطين. 10 دول موجودة في قارة آسيا تشكل 28% فعلا من إجمالي مساحة الوطن العربي التي تقع في قارة آسيا. 1000 ريال على هذا السؤال، رصيد 1000 ريال لكل المشتركين. ننتقل إلى ثاني الأسئلة، سؤال جغرافي قطري محلي بامتياز. سؤال يقول: قلعة الشقب أين تقع؟ في الزبارة ولا في الريان ولا في الخور؟ هني ضاعت الحسبة عند الربع، حد قال الزبارة، حد قال الريان، وحد قال الخور، لكن أين تقع فعلا قلعة الشقب؟ هي من القلاع القديمة وتقع على مسافة 8 كيلومترات شمالي شرق زبارة. إذن فعلا قلعة الشقب تقع في شمال دولة قطر على بعد 8 كيلومترات شمال شرق الزبارة. 2000 ريال على هذا السؤال راحت بس عند عبد العزيز وعند راشد. خلونا نشوف الآن الرصيد. علي 1000 ريال، مبارك 1000 ريال، محمد عندك أيضا 1000 ريال، فرج عندك 1000، عبد العزيز وأخونا راشد كل واحد منهم عنده 3000 ريال من سؤالين فقط. باقي سؤالين، السؤال الجاي قيمته 3000 ريال والسؤال اللي بعده قيمته 4000 ريال، يعني عاد باقي 7000 قدام. الله يوفقكم. سؤال شوي صعب، اللي يروح لبنان ويسولف مع اللبنانيين بيعرف الجواب. ما معنى كلمة بندورة؟ لا أمزح. السؤال الثالث يقول: من هو أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال؟ كميل شمعون، شار حلو، فؤاد شهاب، ولا بشارة الخوري؟ ولا بشارة الخوري؟ محمد أول واحد جاوب. تروح لبنان واجد شكلك. لا بس قرأت السؤال. ها؟ قرأت السؤال. وين قريته؟ في الأسئلة. على الموقع؟ اي نعم. وبحثت على الجواب؟ ها علي وعبد العزيز، عادكم عبد العزيز جواب، باقي علي. ها علي ساعدك؟ لا لا امورك طيبة. محمد يقول انه اطلع على الأسئلة على الموقع الإلكتروني لقناة الريان، وهذا هو الهدف فعلا لما احنا نحط الأسئلة. يمكن البحث عن إجابات الأسئلة هذه تكلف، عملية البحث تكلف ساعة واحدة بس، لكن ممكن تخول المشترك إذا وصل للبرنامج أنه يفوز بالموتر، بالسكوتر، 30000، يعني أمور طيبة. لكن الأسئلة ما انحطت إلا للتحدي. محمد قبل التحدي وجابته كانت صحيحة. بشارة الخوري فعلا هو أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال. الرصيد محمد وفرج وعبد العزيز وراشد حققوا العلامة الكاملة من هذا السؤال، 3000 ريال لكل واحد منهم. علي ومبارك شدوا حيلكم، مبارك وعلي كل واحد منكم عنده 1000 ريال. السؤال الجاي قيمته 4000 ريال، يعني إذا جاوبتوا صح تأخذون 5000 ريال، على الأقل تطلعون بشيء طيب. السؤال الرابع جدا 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 سهل ويقول، يمكن بدون خيارات بتحلونه: لعبة قطرية تراثية يلعبها شخصين وتركز على الدفاع والهجوم، ويوجد لها مجلس في سوق واقف.
مجلس لعبة ال حلو حلو. يلا يا راشد، يلا يا عبد العزيز، لعبة قطرية، لعبة قطرية. خلاص راحت عليك يا راشد، راحت عليك 4000. لا يا عبد العزيز، لا يا عبد العزيز، نقدر نغير ولا خلاص؟ اخوك راشد كان يغير قبلك. با لا، وتشوفني اقول حق راشد راحت عليك ولعبه قطريه، تروح تنقل منه؟ ما انقلت منه، لا مش قوي شوي. طيب اكيد مو بالخشيشه، ولا اكيد ولا التمبه، لانها مو بلعب، مو بشخصين. التمبه كره قدم، توصل العيال الفريش كلهم لو 20 ب20 ما عندهم مشاكل. تنس طاوله ما هي بقطريه، الشطرنج لعبه قديمه ما هي بقطريه، والطاوله طاولة غالبا ما تكون لعبة قطرية، نشوفها يعني بلاد الشام أكثر شيء، لكن الدامة هي فعلا اللعبة القطرية التراثية التي يلعبها شخصان وتركز على الدفاع والهجوم، ويوجد لها مجلس في سوق واقف، مجلس الدامة. 4000 ريال على هذا السؤال ذهبت لكل من علي ومبارك، كل واحد منهم عنده 5000، محمد عنده 8000 ريال، فرج عنده 8000 ريال، وعبد العزيز ابو سعود اللي راح نقل اجابته الله يهديه من راشد اللي نقول اجابتك غلط 6000، ولا كان والله مع هالسؤال هذه 10000. يلا قدر الله ما شاء فعل. واخر مشتركين راشد عنده ايضا 6000 ريال. في عندنا تعادل بين شخصين، محمد اللي اطلع على الاسئله ما شاء الله تبارك الرحمن، وفرج صاحب الابتسامة الجميلة والبشوش. الله يسلمك. عاد من اللي فيكم أسرع؟ من اللي فيكم أسرع؟ ها شاك إنك كنت بطيء شوي فرج. ها؟ لا بأس. ديزل؟ وصلت خير. طيب أعد 1 2 3 أو 3 2 1، وراح تطلع العدادات اللي راح تكشف لنا من اللي كان فيكم أسرع. 3 2 1 عداد. محمد ولا فرج؟ 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 فرج طلع من المنافسة، محمد هو اللي راح يكون عنده الخيار انه يلعب على الادراج. تستاهل فرج. وين رايح فرج؟ فرج عود سريع. اصبر يا اخوي عاد مستعجل يبي يطرش على السناب. حاضر. طيب علي، لا بعد شوي، لكن محمد قبل لا اشكر باقي الربع، يمكن اشكرك معاهم وتوكل على الله، ويمكن انك تقول لي بلعب على الادراج وعلى كيفك. لا على الادراج. قول لا اله الا الله. حق لا اله الا الله. عندك 8000 ريال، مبلغ زين. متزوج؟ لا. الله يرزقك. يعني تكفيك حق فترتين وثوبين، ونعال الله يعزك ويعز السامعين، ويمكن ها شوي حق البشت. لا لا، ويمكن اذا رحت هناك تخسر، يمكن اذا رحت هناك تخسر. ما في مشكله. صامل. خلاص. تبي تستلم المايك هذا من يدي عقب شوي؟ نعم. علي مبارك وفرج وعبد العزيز وراشد، بيض الله وجيهكم، راح يتم تسجيل بياناتكم مباشره خلف الكواليس. اما انت يا محمد حياك معي، بيض الله يجيكم يا الربع. شكرا. خليك على يمين الله يهينك، تفضل اقرب اقرب، ابتعد وايد عني يا اخوي. انت استغنيت عن 8000 ريال؟ نعم. تبغي الخير اللي في الادراج ان شاء الله؟ جيب الله خير باذن الله. في رقم معين في بالك؟ اي نعم. كم؟ اختار بين رقمين. قول لي. 3 و2. 2 و3. 3 و2. ارسالك على برا.
ثلاثة. ثلاثة؟ اي نعم. روح. ما ادري ليش ما عندي اي احساس بالموضوع. تفضل. تفضل. قول. 20,000. يستاهل 20,000 ريال. يستاهل. مبروك. فرقت ب 12,000 ريال. هات المايك. ما خلصنا عندك اللي شو اسمه. فرقنا بكم؟ 12,000. اه تكفيك تعرس مرتين. الله يوفقك ان شاء الله يا محمد. مشاهدينا الكرام مع محمد ننهي فقرتنا الاولى هذه، وبعد الفاصل باذن الرحمن راح يكون عندنا مشاركين ايضا، والموتر عاده موجود في حد الادراج هذه باذن الله انه يروح اليوم في حلقتنا. فاصل ونرجع. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في برنامج شد حيلك في ثاني فقراته. قبل لا نبتدي في فقراته الثانيه حب نبارك لاخونا محمد اللي فاز بجائزه قيمتها 20,000 ريال بعد ما تاهل للادراج من المنافسه الاولى، وهي منافسه الاسئله متعدده الاحتمالات. الان منافسه ثانيه عندنا راح ناخذ عليها 6 مشتركين ونبداها بالقرعه. اول المشاركين هو صاحب الرقم 119 109 116 107 105 157. حياكم الله جميعا. حياكم الله جميعا. كل واحد يوقف عند اسمه الله يهينكم. عندنا اول مشاركين ظافر. ظافر شلونك؟ بخير الحمد لله. بشرنا عنك. رجال طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظافر طلعت على الأسئلة في الموقع ولا لا؟ لا والله ما طلعت. أبداً؟ أبداً. طيب. أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. عبد الله شلونك؟ طيب الله يسلمك. شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. عبد الله مستعد؟ إن شاء الله مستعد. طلعت على الأسئلة؟ بشكل سريع. بشكل سريع. على إجابات ولا بدون إجابات؟ والله في أسئلة احتاجت إني أتشيك على الإجابات وفي أسئلة لا. كنت تعرفها يعني؟ الرياضية يعني. الأسئلة الرياضية هي اللي تعرفها. إي بس. الله يوفقك، للأسف اليوم ما في شيء رياضة في المنافسة هذه. لا. الله يعين. الله يعين الجميع بإذن الله. علي مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. إيش حالك يا علي؟ الله يسلمك يا علي. علي شلون استعدادك للمنافسة هذه؟ جيدة إن شاء الله. الله يوفقك بإذن الله. وياك. عندنا عايض، عايض شلونك يا عايض؟ الله يعافيك ويسلمك. عايض إجمالا تعتبر نفسك محظوظ في المسابقات أو في المنافسات؟ والله يعني. يعني ساعات إي وساعات لا. ان شاء الله الله يجعلك معنا اليوم المحظوظين. قول امين. جزاك خير. امين. وياك علي مسيت بخير. مسيك بالنور والرضا. علي استعدادك كيف للمنافسه هذه؟ الحمد لله طلعت على الاسئله يعني 70% منها تقريبا. ما شاء الله ممتاز. المعنويات مرتفعه؟ الحمد لله. الله يوفقك. اخر مشتركين حمد. مساك الله بالخير يا حمد. مساك الله بالنور. شلونك؟ خير الله يسلمك. حمد لك في الشعر؟ مالك لو والله مالك. مستمع بس. مستمع يعني اذا سمعت بيت تعرفه مكسور ولا تقدر ولا طيبه تقدر تقول. طيب المنافسه الان هي منافسه ابيات الشعر المبعثره. من اللي له في الشعر فيكم؟ شاعر علي ان شاء الله. حط في بالك من الحين بيتين راح نسمعهم منك في نهايه المنافسه. اوكي ان شاء الله خلف الكواليس. لا 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 مو خلف الكواليس خلاص دامك وصلت هنا وعندنا شاعر ابشر وان شاء الله ربع ما عليهم مكسور راح نسمع منك شيء ابشر. طيب راح يكون عندنا بيتين شعر او سؤالين. السؤال الاول عليه 5,000 والسؤال الثاني عليه 5,000 ريال. ممكن في المنافسه ان الكل يجاوب اجابه صحيحه والكل يكون رصيده 10,000. شدوا الحيل وركزوا دائما. اهم شيء تركزون فيه يعني انا الحين بعطيكم بيتين شعر. بيت الشعر مكون دائما من شطرين.
شطر الأول في البيت الأول مكتمل، شطر الثاني مبعثر، يجب عليكم إعادة تركيب الكلمات. طيب، بيت الشعر الثاني اللي راح أعطيكم إياه في نفس السؤال، ركزوا عليه وأنا أقراه لأنه هو اللي راح يعطيكم وزن بيت الشعر الأول، راح يساعدكم على الأقل في الكلمة الأخيرة من البيت. حلو؟ جاهزين؟ جاهزين. الكلمات راح تكون مبعثرة تحت، وراح يكون عندكم مربعات فاضية على عدد الكلمات، تأخذون الكلمة تسحبونها تحطونها في المربع اللي تشوفونه صح. توكل على الله؟ بسم الله. بيت الشعر الأول يقول: لا خير في من له أصل بلا أدب، بعدين الكلمات المبعثرة تقول: على يكون زانه حدب ما حتى. شوي صعب لكن خلونا سهل لكم بالبيت اللي راح أقوله، اسمعوا: العيش لا عيش إلا ما اقتصدت، فإن تسرف وتبذر لقيت الضر والعطب. اللي خلص يضغط خلصت. العيش لا عيش إلا ما اقتصدت، فإن تسرف وتبذر لقيت الضر والعطب. لا خير في من له أصل بلا أدب. وسهل لكم الكلمة الأولى حتى. يلا. آخر كلمة في البيت الثاني تقول عطبة. اللي ضغط خلص خلاص ما يقدر. إذا ضغط خلص خلاص راحت عليك. اقروه مرة ثانية الربع وزنوه وتوكلوا على الله. أنا أشوف في إجابة صحيحة. يلا اللي عاد ما خلص، إذا اللي خلص يضغط خلصت. خلصت. اضغط خلصت، اكبس خلصت. اللي خلص يضغط خلصت. الكل خلص. طيب، يقول أبو الأسود الدؤلي في إحدى قصائده: العيش لا عيش إلا ما اقتصدت، فإن تسرف وتبذر لقيت الضر والعطب. لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا. عبد الله وعلي جوابكم صحيحة، 5000 ريال لكل واحد منكم. شوف الرصيد. عبد الله وعلي 5000، الباقي أصفار. استهلون خير. بيت الشعر الثاني لأول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في رثاء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: لأمر مصيبة عظمت وجلت. البيت الثاني يقول فيه أو الكلمات: العين انسجام أهونه ودمعه. خلوني أعطيكم أحد الأبيات الثانية: أجدك ما لعينك لا تنام، كأن جفونها فيها كلام. بعدين في أحد الأبيات يقول: فجعنا بالنبي وكان فينا، إمام كرامة النعم الإمام، وكان قوامنا والرأس فينا، فنحن اليوم ليس لنا قوام، نموج ونشتكي ما قد لقينا، ويشكو فقده البلد الحرام. صلى الله عليه وسلم. يلا سهل جدا، سهل جدا، الكل جاوب. يقول الصديق رضي الله عنه في رثائه لنبينا صلى الله عليه وسلم: أجدك ما لعينك لا تنام، كأن جفونها فيها كلام، لأمر مصيبة عظمت وجلت، ودمع العين أهونه انسجام.
ويكمل فيها فجعنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان فينا إمام كرامة نعم الإمام وكان قوامنا والرأس فينا فنحن اليوم ليس لنا قوام نموج ونشتكي ما قد لقينا ويشكي فقده البلد الحرام عليه الصلاة والسلام. الرصيد 5000 ريال للكل. الكل عنده 5000 ما عدا ظافر. خلونا نشوف ظافر رصيده 0 ونشوف عبد الله رصيده 5000 ونشوف علي. علي ما شاء الله عندك 10000. عفوا انا اعتذر. عايض عندك 5000 ريال. علي عندك 5000 ريال. وحمد عندك 5000 ريال. اذا مش تعادل. عندنا علي هو المتصدر 10000. شاعر استاهل نسمع منك شيء. لازم نسمع منك شيء ولا ما تروح على الادراج؟ ما يحضرني شيء. 10000 وتوكل على لا بيحضرك شيء بيحضرك شيء. خلاص عندي لكن ميبلي. شلون قصايدي؟ يلا مو مشكله. ما عندنا مشكله. يلا لازم نسمع على الاقل من القائك. عندي قصيده للمفطيش محمد بن حمد. نوجه له تحيه يستاهل. استاهل اسلم. شطر بس؟ نعم. ايش ذا البخل اللي فيك؟ عشان مبعثر ولا مكتمل؟ لا مكتمل. جاي مكتمل؟ نعم. اجل خلاص عطنا المبعثر واحنا بنركب. طيب يلا يا ولد مو بجايني بقولها سيده. الربع بيساعدونك ما شاء الله. شعار بن فطيس اغلبها محفوظه عند الجمهور. يقول ماني بمنياتي ولا يدرابه شطرا حفظته ما اعرف كتابه شطر يناسبني مثل الليلة وأشوفني في ذا المكان أولاب. سلام صح لسانك ولسانة. بن فطيس شاعر جزل. ما عليك زود. يستاهل. لكن خلنا من بن فطيس. خلنا في علي. علي على كيفك. الأدراج. واثق. إن شاء الله. من وين تستمد الثقة هذه؟ من الله سبحانه. ونعم بالله سبحانه. تعرف وش اللي فيها الأدراج؟ علم عند الله. شو الأشياء اللي موجودة إجمالا في الأدراج؟ فيها الخير كله. وفيها الشر؟ الله يبعدنا عنه. اللهم آمين. صامل. إن شاء الله. الله يجعل التوفيق فالك، قول آمين. وياك، آمين إن شاء الله. درج رقم 3 قد راح، وكان فيه 20000 ريال. وعندك الآن 10000 ريال. صامل على الأدراج؟ إن شاء الله. طيب ظافر عبد الله عايض علي وحمد بيض الله وجيكم إلى خلف الكواليس راح يتم تسجيل بياناتكم. بيض الله وجيكم. أما أنت يا علي تفضل. تفضل قرب. علي كان عندك 10000 ممكن انك تاخذها. ما اخذتها. تخليت عنها وتوجهت نحو الادراج. انت بنفسك قررت انك تغامر. وان شاء الله تكون مغامره محسوبه. ان شاء الله. شو يكون شعورك لو خسرت؟ اللي ما ماله شيء ما خسرت. اللي ماله شيء؟ وانا مشاركتي معكم هي اكبر فوز. الله يجزاك خير. بالعكس احنا اللي فايزين بوجودك معنا. ومن قال يسلم. اختار رقم. ارفع المايك فوق شوي. اختار ان شاء الله رقم 10. ايش معنى العشرة؟ ايش رصيدك 10000؟ جايز. علي 10؟ ان شاء الله. ما ودك تغير؟ أنا أسألك ودك تغير ولا صامل على 10؟ صامل إن شاء الله.
شيء؟ ما يخسر شيء. ما يخسر شيء. نعم. كان لك 10,000. كان لك 10,000 أنت اللي تخليت عنها. الحمد لله على كل حال. علي. كسبنا وجودك ومشاركتك معنا. بيض الله وجهك. وجهك أبيض. 30,000 ريال. تستاهل. راح تقدم انت الفاصل. اعزائنا المشاهدين فاصل ونواصل ان شاء الله. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في اخر فقراتنا. مبارك لاخونا علي فوزه بجائزه قيمتها 30,000 ريال، والله يكتب التوفيق ان شاء الله، والموتر اللي عاده موجود انه يروح لحد المشاركين اللي راح يشاركون معانا في اخر المنافسات باذن الله. وانا للامانه متفائل جدا بان الموتر بيروح. خلكم معانا وتابعوا الحلقه هذه، ونقول للست مشتركين استعدوا وجهزوا بطاقاتكم، راح تبدا القرعه خلال 3-2-1 قرعه. رقم 66 115 8 210 104 213. حياكم الله جميعا. حياكم الرحمن. كل واحد يوقف عند أو قدام اسمه. عاد ما بقى سامي، خلاص وقفوا وين ما حبيتوا توقفون وقفوا. بشكل عشوائي جدا راح يكون الوقوف، وراح تعرفون ليش قاعد أقول الوقوف راح يكون بشكل جدا عشوائي، لأنكم راح تشكلون فرق وتلعبون مع بعض. الاسم؟ سعيد علي الدحبيب. سعيد، والله ونعم فيك يا سعيد. ما عليك سود. ايش حالك يا سعيد؟ الله يسلمك ويعافيك. طيب طيب احنا الحين طلعت عندنا اسماء. تحبوا طلعت عندنا اسماء، ودكم ترجعون تعيدون التشكيل مره ثانيه؟ ما عندك مشكله. هنا عبد الله. عبد الله رقم 66 اول واحد. ثاني واحد سيف 115. عبد الله رقم 8 ثالث واحد. خالد 210 رابع واحد. ومحمد وسعيد اخر واحد. طيب عبد الله شلونك؟ الله يسلمك. ما شاء الله سعيد، انتقلت من اول واحد لاخر واحد. الله يوفقك ان شاء الله. عبد الله شلون امورك؟ طيبه. عبد الله تعرف سيف؟ لا والله. هذا بيكون شويرك اليوم وخويك في المسابقه هذه. تشرف معرفتك. عسى الله يقسم يقسم لكم ان شاء الله التوفيق اليوم والخير. الله يجزاك. سيف شلونك؟ طيب يا باشا. بشرنا عنك. طيب سيف شكلك رياضي. شوي. شوي بس مو بوايد. تحاول تحافظ شوي. ممتاز، الله يوفقك ان شاء الله. جميعين ان شاء الله. يا سيف. ثالث المشتركين عندنا عبد الله، شلونك يا عبد الله؟ الله يسلمك عافيك. بشرنا عنك. بشرك طيب. راح يكون معاك اليوم اخوك خالد في منافسة الشوير. تعرف خالد؟ لا ما خالد؟ لا ما اعرف. تعرف عبد الله؟ لا ما تعرفون على بعض اليوم ان شاء الله، وتكون معرفة خير من اليوم. دوم ان شاء الله. ودوم باذن الرحمن. الله يوفقكم ان شاء الله يا عبد الله ويا خالد. يا ان شاء الله. اخر مجموعه عندنا شويرين، عندنا محمد وعندنا مع محمد سعيد. ايش حالك يا محمد؟ خير الله يبيك. قرب على المايك الله يهينك. خير الله يبيك. تعرف سعيد؟ لا والله ما اعرف. سعيد تعرف محمد؟ لا والله. طيب عمر هواجي. منا لكم ان شاء الله كل التوفيق، ومنها تكون معرفه خير. المنافسه هذه هي منافسه الشوير. عبد الله وعبد الله اسم الله عدوك، ومحمد انتوا اللي راح يكون عندكم بعد ما تتشاورون تطلع عندكم على شاشاتكم كلمه خلصت يا عبد الله ويا عبد الله ويا محمد. تضغطون على كلمه خلصت عشان تعطوني الاجابه. الكنترول عندكم انتم. عبد الله وسيف وعبد الله وخالد ومحمد وسعيد، كل واحد فيكم كمجموعه كثلاث مجموعات، انتوا الاثنين راح تختارون سؤال بين الرياضه والتاريخ والجغرافيا. راح تتشاورون وتعطوني نوع السؤال، بعده راح اسال السؤال اللي قيمته 10,000 ريال، ينقسم بينكم الى 5,000 لكل واحد فيكم.
وراح تتفقون على الإجابة. بعد التشاور تضغطون خلصت. بعد ما تضغطون خلصت تعطون الإجابة، تتفقون من اللي يقول لي الإجابة، وبإذن الرحمن تكون إجابتكم صحيحة، والكلام هذا ينطبق على الجميع. عامل السرعة في حال التعادل دائما وأبدا هو العامل الفيصل للذهاب إلى الأدراج. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. بسم الله. راح نبدأ أكيد مع عبد الله وسيف. تشاوروا وعطوني نوع السؤال. تاريخ، جغرافيا، رياضة. 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 طيب أجهز لكم سؤال الرياضة، وعادة الأسئلة الرياضية تكون سهلة. الله يوفقكم بإذن الرحمن. سؤال الرياضة يقول: ما هو موعد إقامة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر؟ أضغط خلصت. تشاور أنت سيف وعطني التاريخ. أضغط خلصت. الإجابة. أضغط خلصت. عبد الله تشاورت مع أخوك سيف؟ عارف الإجابة. تشاورنا. أنت وسيف تشاورتوا؟ نعم. ترى شوف إذا ما تشاورت معه هو أعطاني الإجابة وأنا عارف الإجابة. إذا بتشوف إذا بتعطيني الإجابة بدون ما تشاور معه وجابتك غلط بنعطيه هو 5000 وأنت بتطلع خالي بلاش. خلاص حلو عجبتني سيف ممتاز. أوكي أبغي التاريخ. ما أبغي أبغي التاريخ. أوكي. 18 ديسمبر 2022. ديسمبر 2022 هو الموعد الفعلي لإقامة المباراة النهائية لكأس العالم في قطر. يلا الحياة قولوا آمين. آمين إن شاء الله. الرصيد عبد الله وسيف كل واحد فيكم عنده 5000 ريال. عبد الله وخالد تاريخ رياضة جغرافيا. تشاورتوا تشاورنا. يلا سؤال الرياضة. سؤال الرياضة. سؤال أتوقع سهل والله يوفقكم إن شاء الله. سؤال الرياضة الثاني يقول 5000 لكل واحد منكم. ركزوا. النادي القطري الوحيد اللي شارك في كأس العالم للأندية لكرة القدم من هو؟ أضغط خلصت. دبل 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 دبل. خالد ساعده في على خلصت. عبد الله وخالد. نعم. تشاورتوا؟ تشاورنا. الإجابة؟ سد. 5000 ريال لك يا عبد الله، 5000 ريال لك يا خالد. ننتقل على آخر الفرق والشويرين. الرصيد مثل ما احنا شايفين الكل عنده 5000 ريال. محمد وسعيد. نعم. جغرافيا، رياضة، تاريخ. رياضة. بعد رياضة. أنا خلاص شكلي بأوراقي راح أحط أسئلة الرياضة دائما في مسابقة الشوير أول الأسئلة. والله سؤال شوي صعب، اللي عنده شوي علم في تاريخ الرياضة بيعرف الإجابة. جاهزين؟ إن شاء الله. لا تنسون تشاورون، وأعتقد راح يتطلب منكم أنكم تشاورون. سؤال شوي صعب. بسم الله. سؤال يقول الله يوفقكم: من هو أول لاعب قطري يحرز ميدالية أولمبية لقطر؟ تشاوروا 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 تشاوروا. محمد. أنا أدري اسمه محمد، أدور اسمه الثاني. معي أنت. اسمع على اسم نبي. شاورتوا. ضغط خلصت. وجابتكم موحدة. أعطني الإجابة. محمد سليمان. كل واحد فيكم عنده إجابة صحيحة وعنده 5000 ريال في جيبه. نشوف الرصيد للجميع. كل الفرق عندها 10000 ريال تقسم على العضوين أو الشويرين، فكل واحد عنده 5000 ريال. ولكن من الأسرع العدادات هي اللي راح تحكم. عداد.
محمد وسعيد طلعوا، وعبد الله وخالد طلعوا. اذا عندنا عبد الله وسيف، انتوا اسرع اجابه. تشاورتوا ثم تشاورتوا وبتشاورون الحين ان شاء الله، وعلى كيفكم. ادراج ولا تكتفون بال 5000 ريال؟ واذا فزتوا بالموتر بتقاسمون الموتر. ادراج. ادراج. نعم توكل. ادراج. عبد الله وخالد بيض الله وجيهكم، محمد وسعيد بيض الله وجيهكم، شكرا لكم. خلف الكواليس راح يتم تسجيل بياناتكم. اما انتم يا عبد الله يا سيف حياكم. تفضلوا. حياكم. عبد الله وسيف. سلام. تعالوا شوي هني عشان كاميرتي، الله لا يهينكم. تشاورتوا ثلاث مشاورات حتى الآن. المشاورة الرابعة والأخيرة. الإدراج إن شاء الله. إي أكيد الإدراج، الرقم الحين. الرقم تشاور فيه. يلا. هو اللي. المايك، المايك يا سيف على المايك، نبي نسمع. شلونك؟ 7 6 شعورك بداية الله؟ ما ادري والله. شوف سيف فوق يا بحر، فوق فوق. توكل على الله. رقم 9. ها؟ 9. 9؟ نعم ان شاء الله. خلاص؟ ان شاء الله. صاملين؟ ان شاء الله. موتكم بالعشرة؟ لا العشرة راح. مركزين يعني. اي شوف. تسعة تسعة. موتكم تغيرون؟ لا خلاص تشاورنا. توكل على الله. خلاص تشاورتوا؟ ان شاء الله. توكل. وامرهم شورى بينهم. بينهم. اي رقم انت اخترت؟ اللي كان في خاطري يعني؟ ايه. 7 صراحة. في خاطري، بس لكن اتفقنا على 9، ان شاء الله نقيم. وانت شو الرقم اللي انت؟ انا 6 لكن اتفقنا على 9. قلنا خلاص لا يزعل ولا نزعل، ناخذ 9. طيب على اي اساس رحتوا على 9؟ يعني شو العملية الحسابية اللي نفذتوها علشان تنتهون الى الرقم 9؟ هو اختار كم؟ 7. 7. انا اخترت 6. اها. الفاصل اللي بيني وبينه 9، علشان ان طلع شيء وان خسرنا خير، كلها خير ان شاء الله. القاضيات عندكم يا ربع مضروبة. ان شاء الله خير. مكسبنا انكم شاركتوا. الله يجزاك خير. اكيد. واعتقد مكسبكم انكم تعرفتوا على بعض. اكيد ان شاء الله. اكيد. واهم شيء ان ما حد استفرد بالرقم والقرار عشان ما حد يلوم الثاني. نعم ان شاء الله. بيض الله وجهكم. وجهك ابيض. مشكورين على مشاركتكم. وجهك ان شاء الله. فزتوا معنا بالموتر. هو موتر واحد. ابى اعرف شو تسوون فيه. هو السواق وانا الابري. يعني ممكن تكون مثلا يوم بيوم. وين ساكن سيف؟ انا خالد. وانت؟ وانا في الريان. قريب. لا وين قريب؟ شمال. الله دوار الصناعيه يا اخوي، مشكله. ولا شلون؟ طيب اسبوع عنده واسبوع عندي. والملكيه زين باسم من؟ حلال واحد ان شاء الله. ها؟ باسم واحد ما اعرفه. باسم واحد ما تعرفونه؟ زين جيت انت بتسافر؟ لا جيت بسافر. مشكلة مشكلة. يا رجل بتسافر. ها؟ امور طيبة ان شاء الله. عادي ما عندك مشاكل. امور طيبة ان شاء الله. زين. اقول لكم مشواري الرابع. يعود تقاسموا فلوسه على 3. تستاهل 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 الطيب. الله يجزاك خير. مشاهدينا الكرام، مع اخواننا عبد الله وسيف نقول لهم الف 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 مبروك عليهم الموتر. حلقتنا الحمد لله رب العالمين كانت نهايتها حلوه مع اخواننا عبد الله وسيف.
بكرة إن شاء الله حلقة جديدة. نذكركم دائما بالاشتراك للبرنامج عن طريق الموقع الإلكتروني ريان.tv. الأسئلة دائما موجودة على الموقع، لا تنسوا تطلعون عليها. وفالكم طيب إن شاء الله، مع السلامة.